قامت شركة ليز حفل ضخم حضره العديد من وسائل الإعلام بمدينة دبي للترويج لأحد منتجات الشركة الجديدة الذي سيتم طرحه بسوق الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة. كاميرا روتانا حضرت الحفل وتابعت كواليسه في تقريرها التالي: يسرنا اليوم أن نقدم لكم أيقونة حملتنا الجديدة الآنسة ليزا ليز، وكما قال عمر فإن عدد من حولها من نكهات التي تطلب ودها كثير وكثير جدا، وهي تحتاج إلى مساعدتكم. لماذا؟ لتحل مشكلتها، لتختار ما هي النكهة التي ستكون رفيقة دربها. وهي قد سألت أهلها، عائلة بطاطس، سألت الجيران، سألت الجميع، ولكنها محتارة. فاليوم قررت أن تسأل الجمهور الكريم المستهلكين ما نوع النكهة التي يجب أن تختارها. هل هي البصل، الفلافل، الهالابينو، الجزر، الدجاج؟ لا نعرف. ستتخذ ليزا ليز من عائلة بطاطس قرارها بهدوء وتأني كمجمل الآنسات، فستفكر بالموضوع، وإن شاء الله بعد 6 أشهر يعني بتاريخ مايو أيار ستعطينا النتيجة. في حقيقة الأمر أنا معجب بهذه الحملة جدا ومعجب بميس ليز. الصور المتحركة صنعت ببراعة بطريقة تضع الابتسامة بسرعة على وجه كل من يراها، لذلك أنا أعتقد أنها ستحوز على إعجاب الكثيرين في هذا السوق. وفكرة العثور على الشخص الصحيح ليتزوج من ميس ليز خصيصا في هذه المنطقة وفي هذه الثقافة تعتبر خطوة ذكية جدا للاقتراب من الهدف. بالتأكيد، أنا أقصد أنه في أي مكان أو في أي بيئة سوف تقومين بدعوة الناس للتصويت، وخاصة هذه الأيام وخاصة في العالم العربي، أعتقد أنه شيء سيحوز على إعجاب الجميع وسيكون تحت الأضواء، فلذلك أنا أعتقد أنه سينجح بالفعل. إحنا يعني سعداء جدا، وأنا سعيد جدا أن نكون هنا النهاردة لنحتفل مع شركة ليز على اللونش بتاع الكامبين الجديد دهوت. احنا في ياهو، احنا جزء من الكامبين، فالمشاهدين يعني حضروا يشوفوا الكامبين برضو على ياهو مكتوب، و it was a great event يعني، فسعداء جدا نكون هنا. والله حاجة الموضوع مش سهل، الموضوع صعب. تخيلي انت بتفكري هتتغدي، هتفطري، هتتعشي، ليزا بقى بتدور على النكهة المناسبة ليها مع كل النكهات والطعم والمذاقات الموجودة. فأنا كمتخصص في النكهات سأكون مستشارها الخاص، وإن شاء الله ربنا يقدرني ونحاول ندور لها على النكهة المناسبة لي. مش كل واحد نفسه في حاجة هتنفع مع ليزا، فإحنا عايزين نشوف الناس تختار، الناس تقول لنا، وأنا هنصح ليزا باللي شايفه يكون مناسب ليها ويكون أفضل نكهة إن شاء الله. Thank you.